جديد فريق السياكة شباب التسخني فرا ليس هذا الموسم على ايقاع انتصارات جوج تاع انتصارات متابعين، كانت وحده اون ديبلاسمون في الحسيمه كونتر شبيرج الحسيمه، وحده كانت ادوميسيل هنا بخنيفرا كونتر النادي الرياضي السالمي. لحد الساعه القرده لونتريمون ولا التاريخ الموعد انطلاق التدريب مازال ما تحدد، مازال ما تحدد رسميا، ولكن بواحد 90% ان شاء الله نهار الاثنين غادي تجمع الفرقه باش يدير داك التحاليل البروتوكول اللي معتمد من طرف وزاره الصحه والجامعه باش اللعابه يخرج لهم التحاليل ديال التيست ديال كوفيد باش يستانفوا لونتريمون على بعد تقدير الاربعه ولا الثلاثه. هذا بخصوص تاريخ موعد انطلاق التدريب الجماعيه ديال فريق شباب اطلس خنيفره، لان يعني نرجع ونذكر بانه لحد الساعه مازال ما تحدد رسميا، ولكن كاين اخبار تتروج بان ان شاء الله اثنين على ابعد تقدير الفرقه غادي تجمع في السونتر داك اللي كاين في الملعب البلدي بنيان خنيفره باش اللعابه يديروا داك التيست ديال كوفيد على اساس يستانفوا لونترينمون بعد ما يخرجوا التحاليل ولا المسحه الطبيه. هذا بخصوص البريباراسيون ولا البروغرام ديال البريباراسيون اللي مازال ما كاينه حتى حاجه رسميه. ندوزو لتاريخ الجمع العام، تاريخ الجمع العام من شباب صفراء هذا الموسم ان شاء الله غادي يكون في الايام المقبله، وبالضبط في هذه الساعه كاين اجتماع ديال المكتب المسير شباب طلس خنيفره برئاسه الرئيس اليوسفي وكذلك الرئيس الشرفي ابراهيم اعابه، غادي يتناقشوا من خلال مجموعه ديال النقاط اللي مهمه ومصيريه بخصوص الفريق، منها تاريخ الجمع العام ديال الفرقه، ومنها كذلك انطلاق لونتريمون، ومنها كذلك الميركاتو، ومنها كذلك الستاف تكنيك، وكذلك بزاف ديال النقاط. هذا بخصوص الموعد ديال تاريخ الجمع العام ان شاء الله في الاثناء كما رجع كما ذكرت دابا عاد بان كاين اجتماع ديال المكتب المسير برئاسه السي مصطفى اليوسفي وكذلك الرئيس الشرفي سي ابراهيم اعابه باش يحدوا مجموعه ديال النقاط. بخصوص ستاف ديال السياكه، ستاف ديال السياكه لحد الساعه كاين السي محمد بوطهير مدرب لحد الساعه مازال هو الرسمي ديال شباب طلس خنيفره بحكم ان عنده كونترا تتمتد القرطه الى نهايه الموسم الحالي، يعني حيث واحد الفتره كانت كثرت الهضره على بوطهير وانتقاله لفريق اخر خالد، واش هذا الشيء ما كاينش؟ بالفعل هذه هي النقطة أنا اللي بغيت ندوي لك عليها سي محمد القرضا، فكثرات الهضرة بأن بوطهير غادر السياكة وبأن بوطهير قريب يوقع في واحد الفريق اللي تلعب في القسم الاحترافي الجوج، ولكن سي محمد القرضا هذه هضرة بقات غير عبر صفحات العالم الأزرق ولا الفيسبوك، حتى الساعة ما كاين حتى شي حاجة رسمية لا بمحمد بوطهير المدرب السياكة ولا المكتب المسير ديال السياكة تيقولوا لحد الساعة بأن بوطهير عنده عقد وتيحترمه مع السياكه، وكذلك المكتب تيقولوا بان محمد بوطهير لحد الساعه مازال المدرب الرسمي ديالهم، وبالاجتماع اللي كاين اليوم اللي غيكون ان شاء الله كذلك مع محمد بوطهير باش يحدوا المصير ديال محمد بوطهير واش غيستانف مع الفرقه كمدرب رسمي ويسالي العقد ديالو مع السياكه اللي غينتهي نهايه الموسم الحالي، ولا غادي يتم يعني الفراق بين بوطهير وكذلك المكتب المسير بالتراضي، مع العلم ان بوطهير هذا الموسم فهو حقق ذاك الهدف المسطر مع الفرقه اللي هو ضمان البقاء في القسم الاحترافي الجاوج. هذا كل ما تيخص بوطهير وستاف تكنيك ديال السياكه. بوطهير مازال عنده كونترا، ولكن الستاف اللي معاه عندهم فان كونترا، منهم محمد الودغيري اللي كان ادجوان ديال بوطهير، وكذلك البريباراتور فيزيك عزيز مستضيف اللي عنده فان كونترا، ومدرب الكوال حسن اسري. هاد الستاف ديال بوطهير كامل السي محمد القرضا ولاد خنيفره، واول مره تنشوفوا ستاف مع الفريق يعني في هذا العقد التالي تيتكون من ولاد خنيفره باستثناء محمد بوطهير، ولكن حتى اللي جينا نهضروا على بوطهير فبوطهير فهو لعب بزاف خنيفره كمدرب، ودربهم في اقسام لا في الهوات ولا في قسم الجاوج ولا كذلك في قسم الاحترافي الاول. واش هاد الستاف غادي يبقى ولا غادي يمشي ولا غتجدد فيه الثقه؟ هاد الاخبار كامله ان شاء الله غادي تتضح اليوم بالليل بعد نهايه الاجتماع اللي تيعقدوا المكتب المسير ديال السياكا مع بعضياتهم باش يحددوا تاريخ انطلاق التدريب، وكذلك تاريخ موعد الجمع العام، وكذلك واش غيجدوا الثقه في ستاف تكنيك ديال الفرقه. هذا بخصوص السياكه. نرجعوا لواحد النقطه مهمه القرضه، اللعابه اللي عندهم فان كونترا ديال السياكه والميركاتو السياكه لحد الساعه حتى لعاب ما جا. علاش؟ كنا تنسمعوا قبل كاين انتدابات من فريق مريرت، يعني كنا تنسمعوا بان كاين شي جوج اسماء غيجيو من مريرت وكذلك من اقسام الهوات، ولكن كما قال نافع مازال بطوله الهوات ملعوبه ومازال فيها ماتشات مصيريه. اللي قلت لك مريرت عندهم 31 نقطه والكوديم 30 نقطه غيلعبوا هذه السيمانه في قمه ديال قسم الهوات، يعني حتى الميركاتو شبه خنيفره مازال غامض
بزاف. كاين اخبار تقول بان اللعابه السياكا اللي عندهم فانت كونترا منهم رشيد حسون الحارس، عثمان حبوري وعثمان نور، مصطفى فليسات وعبد الكريم كرومي، هادو عندهم فانت كونترا. كاين اخبار تقول بان المكتب المسير جالسهم متصل بهم من اجل تجديد العقد، ولكن شي حاجه رسميه مازال. هاد الاخبار اللي قلت لك ديال هاد اللعابه اللي عندهم فانت كونترا، فهاد الهضره سمعناها تقريبا شهر. حنا غادي نمشيو ونستمعوا للتصريح ديال محسن ايتواحي، هذا اللاعب ديال فريق شباب اطلس خنيفرة، كيهضر على البريباراسيون استعدادات ديال الفريق ديالو. الاستعدادات غادي تنطلق الاسبوع المقبل، لان تقريبا جميع اللعابه كيدوزوا التدريب الانفراديه ديالهم باش يحافظوا على اللياقه البدنيه ديالهم. نتمنى نبداو موسم جديد بنفس السلسله ديال النتائج الايجابيه اللي حققنا في الدورات الاخيره. ربحنا شباب الحسيمه والنادي الرياضي السلمي، اللعابه كاملين عازمين يقدموا موسم احسن من الموسم اللي داز، واخا حتى لينا الرتبه الثامنه ب 39 نقطه. نتمنوا الموسم الجاي نكونوا من الربع الاوائل في السبورات الترتيب، حيت اغلبيه ديال الركائز الاساسيه ديال الفريق باقيين. ونتمنوا من الله كيف سبق وقلنا نبداو موسم بشكل جيد وندخلوا بسرعه في ريتم الماتشات ان شاء الله، باش نرضيو الجماهير الخنيفريه ونرضيو نفوسنا احنا كلاعب.